شهر الشطر الثاني من حصاد البوندسليغا وبوندسليغا شو بعد 17 جولة بعد انتهاء مرحلة الذهاب. تحدثنا عن كل الأهداف التي تم تسجيلها في مباريات هذا الأسبوع الأخير، 19 هدفا. ومبدئيا المواجهة المقبلة بين بايرن ميونخ بطل الخريف وآينتراخت فرانكفورت ستكون يوم 2 فبراير المقبل، لكن كتهيئة كبريفيو لهذه المواجهة القوية التي ستدور في أليانز أرينا، بايرن ميونخ وآينتراخت فرانكفورت يلتقيان مجددا في استوديوهات دبي الرياضية من خلال تواجد رئيسي رابطات مشجعي بايرن ميونخ في دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس رابطة مشجعي فرانكفورت في دولة الإمارات العربية المتحدة والرابطة الأولى خارج ألمانيا لفرانكفورت في المنطقة العربية. على يميني علي الحيدري، أهلا وسهلا بك علي. هلا بقميص بايرن ميونخ لازم. وعلى يساري أندرياس كوليا رئيس رابطة مشجعي آينتراخت فرانكفورت. أبدأ بأندرياس كوليا. أندرياس ويلكم ويذ أس أون دبي سبورتس بوندسليغا شانل. You are talking in Arabic, I know, but you as a financial you are a financial guy, basically, and you are a fan of sports, fan of Bundesliga. No. First of all, how could you see the coverage of the Bundesliga, of your own championship, you as a German expatriate here in UAE, to watch all the games live? We are very grateful to you that you're broadcasting the game. So in Germany, the Bundesliga is part of our culture. I wouldn't tell you that all of the German like football, but I would say, no, 90% they love it. And then we have the feeling that we're here in 6.5 hours with the airplane to go home, but we're here, and thank you, we can watch all the games. And you give us a piece of our country, a piece of our culture, and then with your charm, how you're broadcasting everything, so we're very happy about that. سعادة كبيرة من طرف محب ألمانيا ومن كل أحباء الكرة الألمانية من الألمان المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل ما كان يتحدث أندرياس غوليا بتغطيتنا، تغطية دبي الرياضية للبوندسليغا ونقل كل المباريات. علي الحيدري، رابطة مشجعي بايرن ميونخ الفريق الأشهر في ألمانيا، نقول لك مبروكين الفوز باللقب الخامس في سنة 2013. لو تحدثنا، أنت كنت ضيف في برامجنا في الشطر الأول من الموسم، رابطة أحباء بايرن ميونخ واقعها وطموحاتها، ننتظر منكم الكثير لدعم بايرن ولدعم البوندسليغا أيضا. احنا اول شيء بدينا من سنة الماضية تقريبا، اول شيء كان عددنا قليل تقريبا، كان 10 شيء 20 واحد في الفيسبوك في البداية. صرنا نطلع مباريات، كل مرة نروح مكان نشوف مباراة، نشوف ناس ثانيين يشجعون بايرن ولابسين بايرن، نجمعهم ويانا. والحمد لله في المباراة النهائية في الشامبيونز ليج تقريبا كنا 300 واحد، الحمد لله. واحنا بدينا الحين مو افشل كلاب يعني، بس نخطط ان شاء الله شوي نصير افشل كلاب عشان المشجعين بايرن في الامارات، ونزيد الفعاليات شوي ان شاء الله بعد. انت كرئيس لرابطة أحباء البايرن ميونخ، هنالك عدة رابطات مشجعي البايرن في كل أنحاء العالم، لأن البايرن فريق عالمي. بايرن يعني حتى في ألمانيا جمهوره ليس فقط، لا يقتصر على جمهور بافاريا، لكن حتى في دورتموند هنالك أحباء لبايرن ميونخ. يعني هل كانت هنالك صعوبة في جمع هذا العدد المهم من الأحباء؟ إيه بصراحة، لأن ما في طريقة واحدة نعرف وين نجمع، لأن مو فريق فشل، أما كان صعبين شوية نلقاهم يعني، لأن الناس ما يعرفون الثانيين، والإمارات ما شاء الله كبيرة وايد ناس فيها. ففي البداية كان صعب، بس كل ما نطلع نشوف ناس أكثر، فكان أسهل وأسهل. وآخر مرة ميت دبي الرياضي بعد أعطيت التويتر كام مالتي، فساعد بعد شوية إن الناس يعرفون ويعرفون في موجود شو اسمه الكلاب موجود في الإمارات، وصار يطلعون ويانا بعد. نحن نشاهد في هذه اللقطات لقطات العودة بكأس رابطة الأبطال الأوروبية، وبعد الفوز بكأس ألمانيا، يعني الألقاب التي فاز فيها بها بايرن في نهاية الموسم الماضي، وأيضا يضاف إليها اللقب الخامس بعدما كان فاز بكأس السوبر الأوروبي ضد تشيلسي بداية هذا الموسم. نهاية 2013 بايرن يوشح بلقبه الخامس في انتظار المزيد. أعطي الكلمة إلى السيد أندرياس غوليا.
obvious everybody's talking about Bayern München and you Great as a Bayern. German fan of football, of course, you are supporting Bayern in the Champions League, I guess. Yeah, you or know. Yes, we do. This is a German team and so we are always very happy when a German team is winning. So this is also like our country, like the national team. So, Bayern is on the top yes. of Europe. Top yes. of Bundesliga and yes. top of the world till now. Yes. Do you think that they're going to continue? It will be very hard. So I see a little bit that so mentally they get a little bit tired. You know, when you have such a great series, then it's also very hard to get the motivation. They are on 5 titles and the next year they can't win more. They are really now at the top. And then, so I think Pep will have a very, very hard job to tell to his guys, you have to fight, you have to win. So, you know, they're not really hungry now. So I see, you yes. also in Eintracht Frankfurt, you are qualified for the next round of yes, the Europa League. I will. So, are you enthusiastic to continue playing in Europe this season? Very much, Habibi. Because if you see, for 2 years, we played in the second league. Then last year we came in the first league in the Bundesliga. I know this is very, very new for the Bayern. They don't have these problems what we have. And now here, this is the second year in the Bundesliga. And if you see the qualification in the Europe Cup, I think we lost only one game. And for us, as a newcomer in the Bundesliga, this is a great, great performance. علي حيدر يعتقد أنها صور لن تمحى من ذاكرة أحباء بايرن. لحظات التتويج في المغرب منذ أيام بلقب كأس العالم للأندية. فرانك ريبيري يحمل اللقب الغالي وفرانك ريبيري سيحل بيننا في دبي لحضور مؤتمر الاحتراف الذي ينظمه غزاء البايرن لأن رئيس البايرن سيتواجد هونس باب المدرب سيتواجد وفرانك ريبيري المرشح لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم بالون دور إن شاء الله. ولازم إحنا نخطط يعني الخميس والجمعة نروح في الفندق ونروح مكان التجمع وإن شاء الله نشوفهم نصور وياهم نقدر نتكلم وياهم. أندرياس كوليا the first fan club of Eintracht Frankfurt outside Germany in the Arabic world. In the Arabic world. No. After United States, Swiss, and also Latin America. Yes, sir. You have this third fan club or? This fan club is really the first one in Arabia. It's official one. It is, we are totally official, so we have the name EFC, Pebble Bedouin. This EFC means that Eintracht Frankfurt fan club, and we have the official approval from the Eintracht. How do you feel when your club, your team, is coming here in UAE for training camp last year? Eintracht Frankfurt was here, and again this year, yeah. Your favorite team will be here in United Arab Emirates in Abu Dhabi. Nam. So this is for us like a second Christmas, you know. So they're coming on January the 8th. They are here in Abu Dhabi. They will live in the Emirates Palace. We can go to the team. We can speak to the trainer, to the board. We see all players. We see how they train. We can talk to them. We have an evening to them. So this is for us like a second Christmas. علي حيدري بايرن في الصدارة. بايرن بنسبة 99% سيفوز بلقب الدوري الألماني. أحباء البايرن ما هي نشاطاتهم ربما من أجل التشجيع؟ هل هنالك نية لمتابعة الفريق عندما يتحول لمعسكر الشتوي في الدوحة أو هل هنالك متابعة لمبارياته في الشامبيونز ليج؟ ما هو نشاطكم؟ يعني فقط متابعة مشاهدة مباريات أم لديكم أنشطة أخرى كرابطة أحباء بايرن في الإمارات؟ أنا أكثر شيء المباريات المهمة تقريبا كلها نطلعها ونشوفها ويا بعض ومباراة الشامبيونز ليج أكيد بعد وإن شاء الله راح نروح قطر وفي مباريات في الكويت فبعد قطر راح نروح الكويت وإن شاء الله راح نسافر وياهم ونكون موجودين. أتمنى لك حظ سعيد صحبة بايرن ميونخ في المنافسات الأوروبية. أندرياس كوليا you are gathered always to watch Eintracht Frankfurt games. Yes, we do. As a fan club. Yes, we do. It's a must. So it's like the connection to home, to Hessen, you know, the state. Sorry, where Frankfurt is playing. So we are together. We're sitting from the TV. We try to eat German food. We try to drink something from Germany. The home, and then I can just repeat it. We are so grateful to you. We're thankful that you guys are broadcasting this game and we can watch it live. So. We have Dubai Bundesliga and Dubai Sports
a lot of German fans, I guess. Definitely, definitely. So you are on the top, so we can say you are the number one for us. Thanks a lot, and wish you all the best of luck. Wish you the best holidays in this festive period. Shukran jazilan. As I told you, we are very Andreas Gulia. We are very, very Andreas Gulia. Okay. We have Christmas Eve. This is a very special day in Germany, and I brought you, as a sign of our gratefulness, something sweet. This is original German. This is what we're eating in Germany. German sweet. German sweet, but just in the Christmas season, so for Christmas Eve, and then that you don't forget us 100%, we brought you also a couple of things. So I hope we can give you back a little bit from the joy what you are giving thank us. Thank you so much. And have fun. The postcard. It's all yours, and then probably... thank you. This is for the whole team of Bundesliga. No. Dubai Sports. No. If you're drinking Arabic... Thank you so Arabic much. Kahwa or chai... Can you talk in Arabic? Sure. Okay. We can taste it with Arabic kahwa? No. Or tea? Ya salam. Chai, Arabic kahwa, ya salam. And thank then you. Probably you think a little bit of Germany and for us, that you have so many fans in Germany, your charm, and that you choose us Bundesliga. Thank you so much. Wish you all the best of luck. And keep watching Bundesliga on Dubai Sports. Always. علي شكرا جزيلا لك شكرا نتمنى نجاحات قارية إن شاء الله بايرن ميونخ إن شاء الله شكرا علي شكرا تحياتنا لكل أعضاء الفان كلوب لبايرن في دولة الإمارات شكرا سادتي وسادتي تحية علي حيدري وأندرياس كوليا نذهب إلى فاصل من بعد سنتحدث عن حراس مرمى البوندسليغا الكرة الألمانية عرفت دائما بحراسها الأقوياء سنشاهد رفقة خبراء دبي الرياضية أبرز الإبداعات لكن أيضا أخطاء حراس المرمى في ألمانيا ابقوا معنا